السلام عليكم يا اخوان، يعطيكم الف عافية. اليوم معنا مرسيدس دخداخ، او الاسكة بسموها، بعرف شو بسموها انتو ببلداتكم. احنا حاليا بتركيا، معنا محملين بطيخ وراح ننقل البطيخ هذا ان شاء الله للبنان. خلينا نتحل هي شوي شوي. يلا بسم الله. شوفوا لنا الدخداخ ما شاء الله، أو الإسكا، أو كيف أنتم بتحبوا تسموها. شوف الداخلية، أمورنا طيبة. شوف ما شاء الله، خلينا بهذا ونطلع. وسطها كثير مرتب، طبعا احنا عملنا فيها أكثر من فيديو. هي نفسها اللي بيحكوا عنها المرسيدس تيربو، أو اللي عرضناها بأكثر من فيديو قبل هيك. بتيجي في إلها هاي روف ولو روف، يعني أو اللي هي غرفة عالية وغرفة عادية. نروح على اليمين، بس هذا جاي نطلع. روح يا أبوي، ما هو هاي طلوع النون. يلا شد شد شد، أطلع الرابع شد. حلو، طالعين على الرابع، أمورنا طيبة. اخوان الطرق هون كثير مرتبة صراحة، انا ما جيت هاي اول مرة بمر من هاي الماب، يعني او من هاي الطريق بالبرمود، اللي هي الطريق من اسم المدينة انطاكيا، او اظن انطاكيا، باتجاه بيروت. يعني رح نمر من سوريا نطلع لحدود تركيا لسوريا. شوفوا المسجد هذا على اليمين كيف مبنيينه على الطراز التركي او العثماني، حلو بصراحة، مرتب، طراز قديم. عندنا كربات، خلينا نمشي برواق اليوم، بدناش نعمل مشاكل، بدناش نعمل اشي، نمشي بهدوء. كمان هذا طلوع خفيف بس طالعينه ما شاء الله، سيارة ولا بنقول أخ، يعني أمورها ميمية. بس الطريق أعتقد راح تصير نزول. ها هي صارت نزول على الخفيف، على الخفيف نزل. ليش هذا هيك صار يقصدر زيادة عن اللزوم؟ أوكي ماشي، سرعة الشارع 50 بس مش لهالدرجة. خلينا نتجاوز، تجاوز شوي شوي، بلاش نضربه. شوف بس انا عارف بعد ما تجاوز عنه راح يشد ولا لا، ما شدش. حلو، شوفوا هون توليد الطاقة الكهربائية من الهواء. منطقة بصراحة مرتبة، أنا ما جيتها بس كتير خرافية، الطريق حلوة. أظن لو نجيها طلوع كمان تطلع حلوة، يعني قوية، بيكون فيها شد على الشاحن وهيك مرتبة. بس المنطقة هون مزيج بين الوطن العربي اللي هي دولنا مثل سوريا الأردن أو لبنان وتركيا، هيك المنطقة جاي بالنص بيناتهم، وهو في اختلاف يعني. بس معروف تركيا مثلا فيها كثير مناطق خضار وهيك وريف،
عندنا مناطقنا صحراوية أكثر، صح في عندنا خضار في ريف وهيك، بس مناطقهم شوي هيك أكثر، فهاي المنطقة جاي بالنص بيناتهم مزيج، وهي فعليا يعني إنه منطقة حدودية بيناتهم، فعليا هي هيك مزيج بيناتهم. الآن ما زلنا بتركيا، حطت الإشارة ومشينا، ما في كاميرات بلاش توقفنا، نمشي خلينا ماشيين قانوني، سرعة الشارع 90، شركة مرسيدس اختبار. حلو، هسه نروح يمين، الدوار هذا بناخذ يمين. هاي مدينة أنطاكيا، ما هي الدوار، تمام يمين. فوق الجسر اتجد اللي صرت لها غلط، هذا مول اللي عشمالنا، شفت ماركات ماكدونالدز و اتش ام دم وهيك اشياء، شو الدوار دي زارين ورد، وانا الجزيرة الوسطية، هم مهتمين بهاي التفاصيل يعني بالبرومود. بوتات بعملوا أشياء غريبة، أجيبه هون هيك. احنا بنطلع من مدينة أنطاكيا، ضايلنا طريق 235 كيلومتر، إن شاء الله ما يتكسر معنا البطيخ، والله الدنيا حامية كثير هاي الأيام، والبطيخ هاي الأيام يعني إشي مفتخر هيك يكون بالثلاجة. طريق حلو بصراحة، رايق هيك هادي، تحس شغل تمشي فيه برواق، ما في أجقة. وصلنا للحدود التركية عشان ندخل الآن لسوريا، حدود التركية السورية، ندخل على مصرف الشاحنات. طب عشان هدي إجباري، يلا روح. بعد زميل يلا طلعنا، يلا بسم الله.
ليش شاكل؟ ليش شاكل؟ كم شو جاز ترى؟ يعني مش طبيعي الوضع. يعني شمال الجمهورية العربية السورية ترحب بكم. أراسي والله، العالم السوري والبداوة. ليش بتحطون السرعة 10 هون؟ يعني غريبين. قدامها هسه مدينة اللاذقية، شايفينها على الكارنيه قدام. يلا طلعونا نلحق نوصل بطيخات. يا الله، ليش هيك؟ محددين السرعة هون 10 كيلومتر. شوف بس تطلع مباشرة بقلب السرعة ل 90 كيلومتر. كيف يعني صارت معهم؟ مش عارف، مش فاهمة. ما بصير يعني يعملوا السرعات 10 كيلومتر بالساعة بالمناطق الحدودية. اوكي مثلا 20 25 30، يعني واحد بده يقعد يمشي سرعة 10 كيلومتر مثلا لمدة 5 دقايق. علينا شد هون نمشي. شجر الزيتون على اليمين، هو المعروف مناطقنا العربية يعني زراعة شجر الزيتون. مناطق بلاد الشام بالأخص يعني. وين صراحة راحت رجع طريقك، ملناش مشاكل اتجاه اللاذقية. وحاجز حاجز هدي. هاي اللي قدامنا مدينة اللاذقية. مدينة اللاذقية ساحلية جاء البحر. اللاذقية ديسكفرت. حلو. الدوار شوي شوي. يا الله البتات، ليش هيك البتات؟ بيقزقر قزة مش طبيعية. قبل ما يجي هذا نطلع. دوار ياما كان مكتوب عليها لقدام قبطوس. قبطوس كمان مدينة ساحلية زي اللاذقية على البحر. هنا حلب، قبطوس، وحمص. إن شاء الله يضيفوا حلب يعني بالتحديث الجاي للبرومود. إن شاء الله يعني التحديث الجاي للبرومود يكون خلال 10 15 يوم.
او يمكن لما يكون ينزل هذا الفيديو يعني يكون نازل تحت تبع البرومود. طبعا نزل التحديث 1.48 وانا حدثت اللعبة وعملت لكم عليه مراجعة، بس رجعت للاصدار اللي قبل اللي هو 1.47 بس عشان نتوافق مع البرومود عشان نصور مجموعة فيديوهات انا والعم محمود. ناخذ الصورة ناش الجوزة خليهم محترمين، شوفوا البحر هون، البحر الأبيض المتوسط، والله الحواجز هاي كل شوي تلاقينا حاجز. مشكلة السرعة اللي بيمشوا فيها، يعني المشكلة مش في الحاجز نفسه، نقطة تفتيش تشيك بوينت. يلا روح، كل ما يشد الواحد يخليه يقصر. شوف البحر، شوف صراحة عاملينه بشكل حلو هيك، البحر بتحسه بحر مفتوح واسع فعليا هيك. لما تشوف انت صور لمدينة اللاذقية وطرقوس بتشوف البحر بشكل رهيب ما شاء الله. بهداوة بلاش ننجن، بلاش نعمل حوادث، نكسر البطيخات اللي معنا. تحويل الطريق من هون مسكر، ان شاء الله ما تطلع لنا الطريق. الطريق 235 زادت ل 153، يعني زادت تقريبا 20 كيلومتر زيادة بس عشان التحويلة هاي، تحويلة الطريق. شكله في حادث فوق على الجسر او اشي، مش مهم نشوف خلاص. مو بدل ما ندخل مدينة طرطوس جوا زي ما انتو شايفين على الماب على اليمين، جابنا من طريق خارجي بدل ما ندخل على المدينة نفسها. ايش اسم هاي الجبال اللي على اليسار هون، هاي المناطق اخواننا اللي بسوريا اللي بيعرفوا هاي المناطق طرطوس واللاذقية، في سلسلة جبال على يسارنا ما بعرف ايش اسمه بصراحة. حمص ودمشق طريق دغري، خلينا هاد ناقص نروح اليمين. الحدود اللبنانية من هاي الطريق، دي أيوة هذا جاي يمين. زبون مستعجل على البطيخات، يلا نشوف نوصلهم لعند الميناء أو شركة عند الميناء. روح على اليسار، حدود اللبنانية من طريق اليسار، فد ايوه 14 كيلو. شوف الجمال، رواق 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 بصراحة.
هاي الحدود اللبنانية، اعتقد هي حدود لبنانية، لبنان تمام. هاي الحدود اللبنانية السورية، ما هذا المصرف ليش يعني انا رحت هناك مش فاهم. ما علينا، شفنا اوراقنا معلم. امشي امشي مشان الله امشي. يا الله مش طبيعي. زمر لهم، بس لو اظل ازمر لبعد بكرة على الفاضي ما في فايدة. لا كمان شوف بياخد نفس المسافة. من أوراقنا كان نخلص، تأخرنا بالبطيخات، بلاش يخرب معنا هسا الطريق. يلا روح جد، بعدهم بيقزقر. شوف بعدهم بيقزقر قدامنا، ماشي بسرعة 10. جد 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 اطلع جد، ايوه بلاش يقعد يقزقر قدامي، يرفع ضغطي بزيادة. شد ايوه، عندنا حاجز هون ما شاء الله، ما اكثر حواجز بالبراهون في الاردن، ما في ولا حاجز زي هيك نهائيا. بس يعني هون شفت هاي الحواجز، شفتها بمصر، شفتها بلبنان، بسوريا، بالعراق، تقريبا بكل الدول العربية اللي حاطينها بالبرومود إلا بالأردن. هاي كمان حاجز، ممكن كاميرات الحاجز. نهر أبو علي حلو، هاي طرطوس يا اخوان. لا شو طرطوس، طرابلس، طرابلس عفوا. من هون جبال بيروت، تركان بالمينا، نغطيها كمان شوي. وهيك يا اخوان احنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسانا بلايك شير سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلكوا كل فيديوهاتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.